يمثل الحسن الثاني في الذاكرة الجماعية ذلك الملك المستنير، وأيضا الطاغية الإقطاعي وصاحب القرار السلطوي. في عهده اشتدت إجراءات الردع والقمع. قال عنه الكاتب الصحفي الفرنسي جان دانييل: لقد كان رجلا يجمع بين كرم السيد النبيل وقسوة الإقطاعي الظالم. كان رده على عبد السلام ياسين مرشد الجماعة العدل والإحسان المعارضة بعد نشر الإسلام والطوفان بحبسه في مستشفى للأمراض العقلية، وعلى المعارض عبد الرحيم بوعبيد الذي اختلف معه بشأن قضية الصحراء بنفيه إلى سجن مدينة ميسور. في عهده أيضا شيدت السجون الرهيبة وشنت أكبر حملات الاعتقال. ملك كان يخافه الجميع، امرأة واحدة قيل إن الحاكم المرعب كان يخافها، واسمها فريدة الشرقاوية. الملك الراحل الحسن الثاني ابن السلطان المغربي محمد الخامس، ولد في 9 يوليو 1929 ميلادية. تمتد أصوله للأسرة العلوية. ساهم رفقة والده الملك محمد الخامس في تحرير المغرب من الاحتلال الفرنسي، حيث عرف بحنكته وذهائه السياسي منذ ريعان شبابه. استطاع قيادة المغرب قبضة من حديد. يعد الحسن الثاني بانيا للمغرب الحديث وباعث نهضته وموحدا للبلاد ومحررا للصحراء المغربية من قبضة الاستعمار الإسباني بمسيرة خضراء سنة 1975. حسب فاطمة أفقير أرملة الجنرال محمد أفقير السجينة السابقة في معتقلات الحسن الثاني والتي تربت في قصر الملك الراحل، تغير الحسن الثاني كثيرا بعد محاولتي الانقلاب عليه من طرف أقرب جنرالاته. D'un séjour en France, son Boeing survole Tétouan quand 6 chasseurs marocains surgissent dans le ciel et ouvrent le feu. Les réacteurs sont touchés, l'avion plonge de 1000 mètres, mais le pilote réussit à se poser sur l'aéroport de Rabat, le roi et son escorte. أصبح الحسن الثاني حاكما محبا للانتقام والسلطة. Ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments. Que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité. كان يخافه الجميع إلا امرأة واحدة قيل إن الحاكم المرعب الحسن الثاني كان يخافها، واسمها فريدة الشرقاوية. كانت إحدى محظياته وأمينة سره متزوجة برجل أعمال خليجي ثري عمل قبلها في الأمن الخاص للملك الذي كان يرأس الحاج المديوري. في عام 2003 فجر هشام المنظري المقرب من القصر قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعلن أنه الابن الغير الشرعي للملك الحسن الثاني وأمه هي فريدة الشرقاوية. كان الرد المغربي من أن والدته هي شهرزاد الفشتالية. بدأ يصدع نجم هشام المنظري إعلاميا بعد فراره من المغرب واختفاء حقيبة الملك الحسن الثاني التي كانت تحتوي على أرقام سرية تتعلق بأرصدة بنكية وشيكات وأموال لا يستهان بها. انتقلت خلال سنوات قليلة من جارية الحسن الثاني المفضلة والمرأة التي يتجنبها الجميع داخل البلاد.
كانت للمحضيات سلطات كبيرة أيام حكم الحسن الثاني. اسمها الحقيقي كان هو حياة الشرقاوي. تلقت تعليما على أيدي أساتذة خاصين بالقصر، حيث تلقت دروسا في الآداب واللغات الأجنبية والشعر العربي الكلاسيكي. استبدلت حياة اسمها بفريدة بجرة قلم. كانت رشيقة القوام وممشوقة القد وعلى جمال بمسحة داكنة، كما كانت سباحة ماهرة. انتقلت فريدة من وضع الخليلة المفضلة إلى امرأة وثيقة الحسن الثاني، حيث تراه 10 مرات على الأقل في اليوم الواحد، وغالبا ما كانت ترافقه في سفرياته إلى الخارج. عهد إليها بمفاتيح خزانته المصفحة وغرفه المنيعة بقصور الرباط، حيث كانت تتكدس الملفات السرية ورزم العملات النقدية الأجنبية. دامت علاقة ثقل استثنائية بين الملك وجاريته المفضلة زهاء 30 سنة. تسريبات جديدة من كتاب مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس اعترف أن الحسن الثاني كان ضعيفا أمام محضيته، فقد كان الملك الراحل على علم بكل أفعال المنظرية الغير شرعية، ولكنه لم يكن يحرك ساكنا. يقول الأمير هشام أنه ذهب لرؤية الحسن الثاني والحديث معه عن المشاكل التي كان يسببها له المنظري، ولكن الملك أحس بالإحراج وأظهر ضعفا كبيرا. فسر الأمير هشام ذلك بقولها أن فريد الشرقاوي كان لها نفوذ كبير في التسعينات حتى على الملك نفسه. في السنوات الأخيرة من حكمه اشتد المرض على الحسن الثاني ونخره، وبدت عليه علامات الضعف والوهن والموت. تناسلت أكثر من رواية، منها احتمال تواطؤ فريد الشرقاوي مع هشام المنظري الذي زوجته ابنة أختها حياة لتهريب أموال وشيكات ووثائق سرية خارج البلاد لتأمين حياتهما ومستقبلهما. كانت هذه الواقعة أحد الأسباب التي زادت من مرض الملك الحسن، والتي عجلت بوفاته في يوليوز 1999. مع بداية حكم الملك محمد السادس اختفى اسم فريد الشرقاوي من البلاط وظل مصيرها مجهولا. أما ابنها المزعوم هشام منظاري فقد وجد مقتولا يوم 5 غشت 2004 بغرفته في ملاكا الإسبانية. أثبتت التحاليل الحمض النووي الإسبانية أن جثة هشام المنظري هي لابن شهرزاد الفشتالي وليس فريد الشرقاوي. One.